بالأخوة المجاهدين المرابطين على جبهة خطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقوم حركة أحرار الشام الإسلامي كتيبة علي بن أبي طالب بتصدي بالرشاش الـ 14 ونص وأعطاب طائرة ميج بأجواء خطاب. تكبير بالمشاركة. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. يا بشار الأسد، والله جايينك بإذن الله على قصرك، والله العظيم، والله العظيم، لا أنت وإيران والصين، والله العظيم لا يوقف قبال المسلمين بإذن الله، بإذن الله جايينك على قصرك بإذن الله، مو بإذن الشعب، بإذن الله جايينك على قصرك بإذن الله. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.